ما الذي تخشونه أكثر على العراق الآن بعد الانسحاب الأمريكي؟ الذي أخشاه على العراق هو أمريكا وإيران وحلفاؤهما في العراق، لأن أمريكا وإيران متحالفان في اقتسام الكعكة العراقية، أو في افتراس العراق وهو الأدق، في افتراس العراق، لأنهم شركاء منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، فهم شركاء ومتوافقون. قال أحد السياسيين الأمريكيين مرة: نحن متوافقون مع إيران في العراق ولم نتوافق معها في غير العراق. ألا يبدو ذلك غريبا دكتور حريض داري أن يتوافق الأعداء أمريكا وإيران في قضية العراق ويختلفان في الملف النووي؟ ليس غريبا، يختلفان ربما في الموضوع النووي، أما فيما عدا ذلك فهما متفقان. إيران خدمت أمريكا كثيرا، إيران ساعدت ولا زالت تساعد أمريكا، وإن كانت تخلق لها المشاكل في بعض الأحيان كما قال المسؤولون الأمريكيون، لكنهما في العموم متفقان، لأن إيران خدمت أمريكا في أفغانستان وخدمت بعد ذلك ولا زالت تخدم أمريكا في العراق. ما البديل إذن؟ ما البديل الذي يمكن أن تقدموه لحفظ وحدة العراق وشعبه؟ البديل هو أن يقوم العراقيون جميعا بالمطالبة بإسقاط هذه الحكومة، بخروج هذه الحكومة، وتغيير العملية السياسية بطريقة توحد هذا الشعب، وتغيير الدستور بدستور جديد يتوافق عليه كل أبناء العراق. بهذا يمكن أن يخرج العراق مما هو فيه من دوامة الإجرام والفساد والإقصاء وما إلى ذلك. طيب. من ما يعانيه الشعب العراقي من ويلات ومصائب.